موضوعنا اليوم System Response، استجابة نظام سيطرة لإشارة داخلة لهذا النظام، ونلاحظ ما هي المتعلقات بهذا الموضوع. أداء الأنظمة أو أنظمة السيطرة عادة تتعلق بموضوع استجابتها، ومن ضمن الأمور المتعلقة بأداء الأنظمة هي specifications ضمن التايم دومين. ولمعرفة أداء النظام يفترض أنه نظام يفحص من خلال مجموعة من الانبوتس، وهذه الانبوتس عادة تكون ستاندرد لغرض فحص وظيفة النظام وأدائه. هاي الانبوتس الرامب انبوت والستيب انبوت والبارابولا الامبلس، أو ممكن تكون سينسويدال انبوت، هذا نوع من أنواع الانبوت يدخل ضمن الفريكونسي ريسبونس. ويفترض أنه من الأشياء اللي تدخل ضمن أداء النظام يكون هو ضمن الترانزينت ريسبونس وموضوع الستدي ستيت ريسبونس، وعلاقة موقع البولز للنظام اللي بالإمكان الحصول عليها من خلال الترانسفير فانكشن، وكذلك الزيروز مع الأداء لنظام السيطرة اللي هم من خلال الترانزينت ريسبونس والستدي ستيت ريسبونس، وعلاقتهم بقيمة الإرر وباقي المتعلقات. بشكل عام بالأس دومين اللي هو مكون من الريل أكسس والإيماجينري أكسس، أي نقطة من نقاط الأس دومين تعرف ب two points أو two أكسس الريل والإيماجينري، مثل ما موجود هاي النقطة هنا. هاي النقطة أحداثياتها ألفا بالنسبة للريل والبيتا بالنسبة للإيماجينري، وهاي النقطة رقمها I، أو بالإمكان معرفة أحداثياتها من خلال البعد عن نقطة الأصل اللي يدعى بالماغنيتود، أو ممكن أن تكون عن radius of the point إضافة إلى الزاوية، وهذه الزاوية تعرف من خلال tan inverse للإيماجينري مقسوم على الريل، أو من خلال الكوساين إنفرس المجاور على الوتر، وهكذا مثل ما موجود هنا به المقدار. فهذا المقدار يمثل الامبليتود للآر اللي هو المسافة من نقطة الأصل، والزاوية تكون هي التان إنفرس المقابل على المجاور. وقيمة الامبليتود هذه قيمتها لأنهم مكون من متجهات اثنين، واحد من عندهم الريل متعامد مع الإيماجينري، فيكون المقدار هذا هو الريل تربيع زائد الإيماجينري تربيع تحت الجذر. النقاط هذه خصوصا بالكومبلكس بلين ممكن تكون نقطة واحدة، أو ممكن تكون على شكل نقطتين ذات إحداثي مشترك اللي هو الريل، وإحداثيات كومبلكس أو إيماجينري متعاكسة الإشارة، فتدعى هذه الكومبلكس كونجيت. هاي الإحداثيات تخص الفانكشن الخاصة بالنظام أو ما يدعى بالترانسفير فانكشن. إذا نجي إلى أنواع الانبوت وبالتايم دومين، نلاحظ أبسطهم هي الستيب انبوت، وقيمة الستيب انبوت هي أي كقيمة اللي مثل ما مشر هنا، تحويلها إلى اللابلاس من الاس دومين الى الاس دومين يكون اي على اس. والرامب انبوت اللي قيمتها اي في تي يو اوف تي، هذه عاده الرامب متغيره القيمه مع الزمن، لكن التغير هنا ثابت،
ومعدل التغير نسبة إلى الزمن هو ميل هذا المستقيم اللي يدعى أي، فميل المستقيم هو مثل معدل تغير الانبوت مع الزمن وتحويل الدالة هذه من تايم دومين إلى الاس دومين تحول بأي على اس تربيع. الامبلس انبوت، وهذه الامبلس انبوت شدتها أي، أو عادة الامبلس انبوت هي تعرف بإشارة داخلة تستغرق فترة زمنية وجيزة، ولغرض التعامل مع هالإشارة تعامل رياضي يفترض أنه الامبلس امبلس هذا تمتلك مساحة قيمتها أي، والفترة الزمنية اللي تستغرقها دلتا تي فيكون ارتفاعها أو شدتها قيمتها هالارتفاع هذا هو المساحة مقسوم على الفترة الزمنية، فكل ما تكون القيمة الزمنية لحدوث الذبذبة هذه أو الامبلس قليل كل ما يكون الشدة أعلى وهكذا. فارتفاعها أو شدتها قيمتها أي على دلتا تي، أو يعبر عنه أي في دلتا أوف تي. اللابلاس ترانسفورميشن لهالدالة هو ب مقدارا يحول من التايم دومين الى الاس دومين هو واحد، الار اوف اس قيمته واحد. اذا ناخذ هذا النظام الهيدروليكي المؤلف من اسطوانه هيدروليكي ومكبس وهذا الصمام الهيدروليكي اللي يسيطر على جريان السائل الهيدروليكي، اضافه الى هذا اللينك اللي يعتبر فيدباك ألمنت ما بين الإشارة الخارجة والإشارة المشغلة والإشارة الداخلة، فيكون طبعا هنا هيدروليك سيرفو. العلاقات الرياضية اللي تحكم هذا النظام هي وطبعا ما بين الإشارة الداخلة اللي هي X والإشارة الخارجة Y، وإشارة التشغيل اللي هي الفرق ما بين X و Y اللي قيمتها E تحكم بهاي العلاقة، واللي مرسومة بالبلوك دايجرام إشارة داخلة وإشارة خارجة، وهذه العلاقة الخاصة ما بين الصمام والأسطوانة الهيدروليكية واللينكس الرابطة ما بين الانبوت والاوتبوت. فهذا يكون على شكل نظام من الدرجة الأولى. إذا نأخذ نظام آخر، نظام level control، عندك جريان داخل إلى خزان وجريان خارج من الخزان، ونتيجة الفرق ما بين الجريانين يكون عندك الارتفاع متغير. فالعلاقة اللي تربط العلاقات ما بين الإشارة الداخل والإشارة الخارجة، والإشارة الداخلة يفترض أنه عندك إشارة للصمام اللي يحرك أو يتحكم بالإنبوت هذا الآر، والإشارة الخارجة هي ارتفاع الليفل بالخزان يعطى بها العلاقة، واللي هي أيضا علاقة من الدرجة الأولى. ممكن يكون عندك نظام آخر مثلا حراري على سبيل المثال، فإذا كان الأنظمة ممثلة بها التمثيل الرياضي هذا كلها هذه تدعى بأنظمة ذات الدرجة الأولى، أو بالإمكان تمثيل هذا النظام الهيدروليكي أو هذا النظام الهيدروليكي الآخر بشكل مختصر اللي هو إشارة داخلة والإشارة الخارجة، والفونكشن هي واحد على تاو أس، وهذا يدعى بالجنرال فيرست أوردر سيستم. الترانسفير فونكشن عادة للجنرال ترانسفير فونكشن تكون بهذا الصيغة اللي هي الإشارة الداخلة والإشارة الخارجة، والترانسفير فونكشن هي واحد على واحد تاو أس، أو بالإمكان تكون كي على واحد زائد تاو في أس، أو بها الصيغة اللي هي واحد على واحد زائد تاو أس بشكل عام ببساطة. الفيرست أوردر سيستم موديل بالتايم دومين
اللي هو تربط علاقة معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى تاو في دي سي باي دي تي زائد سي اوف تي يساوي كي ار اوف تي. الجانب الأيسر بهالعلاقة التاو هو الثابت الزمني اللي يعتمد على طبيعة النظام، إذا كان نظام كهربائي التاو يتأتى من عناصر معينة، إذا كان مثلا نظام هيدروليكي راح يكون إلى علاقته الخاصة وهكذا، وهذا المقدار يمثل أو ينطي ربط النظام نظام السيطرة مع الزمن، والجانب الآخر اللي هو ينطي قيمة الإشارة الداخلة. هذا النظام يحكم بشيئين، الشيء الأول هو التاو ثابت الزمن، والشيء الثاني الكي اللي هو الجين. والترانسفير فانكشن لهذا النظام تكتب من بعد أن يحول من التايم دومين إلى الأس دومين بهاي الصيغة، والتحويل إلى الأس دومين يكون تاو في أس سي أوف أس بافتراض أنه جميع الانيشال كونديشن صفر، فراح يكون تاو في أس سي أوف أس زائد سي أوف أس يساوي كي آر أوف أس، في المخرجات على المدخلات اللي تنطي الترانسفير فانكشن تكون قيمتها كي على تاو أس زائد واحد. هال الترانسفير فانكشن تمتلك بسط ومقام، بالبسط عندك ثابت فما أكو عندك متغير أس حتى توجد الزيروز المتعلقة بها، بالمقام أكو عندك تاو أس زائد واحد، وهاي العلاقة تدعى بالكاركترستيك إكويجن. جذور هاي العلاقة بالإمكان إيجادها بمساواتها للصفر، فمساواة هاي العلاقة للصفر الجذر يساوي اللي هو طبعا قيمة المتغير أس يساوي ناقص واحد على تاو. هذا النظام اللي هو من الدرجة الأولى First Order System اللي العلاقة العامة تحكم كترانسفير فانكشن سي على الآر واحد على واحد زائد تاو اس. إذا نلاحظ الانبوتس المختلفة لهالنظام هذا، ما هو التصرف؟ أو بكلام آخر، ما هو تصرف هذا النظام للانبوتس المختلفة؟ فناخذ انبوت انبوت ونفحص التصرف. إذا عندنا step input ونعتبرها unit step input حتى يكون قيمتها واحد ال r of t واحد، فيفترض هذا نحوله إلى ال s domain، ال Laplace transformation الثابت هو واحد على s والثابت عندنا واحد، فال r of s راح تكون قيمتها واحد على s، وبالتالي من هذه العلاقة لل transfer function قيمة ال c of s راح تكون قيمتها الترانسفير فانكشن مضروبة بالR of S. الترانسفير فانكشن هاي قيمتها وهذا الR of S، وهنا نحتاج إلى عملية ما يسمى بالبارشال فراكشن، لأنه حتى نقدر نحصل على اللابلاس انفرس يفترض اللابلاس انفرس عندك ترم ترم والقابلة للانفرشن، لأن بهالصيغة هذه ما نقدر نرجع إلى صيغة التايم دومين إلا بإجراء. فهذه يفضل أو يفترض أنه تفصل بـ two terms. الترم الأول هو مثلاً أي على S، والترم الثاني أفرض B على واحد زائد تاو S. فبعد إجراء عملية الـ partial fraction راح تكون قيمة الأي مثلاً اللي هي مرتبطة مع الـ S واحد، وقيمة البي اللي مرتبطة ويا هذا الترم قيمتها ناقص تاو، فحصل على بعد تعويض قيمة اي و بي حصل على تو ترمز، واحد على اس والثاني تاو على واحد زائد تاو اس بالسالب، هذه بالسالب هنا. الآن هذه صالحة لإجراء عملية اللابلاس ترانسفورميشن كإنفرس لابلاس ترانسفورميشن. لابلاس ترانسفورميشن الإنفرس مالتها هذه تنطي واحد وهذه تنطي e to minus t over tau مثل ما موجود هنا، فال c of t قيمتها واحد ناقص e to ما e to مرفوع الأس ناقص t على tau. هذا يمثل الاستجابة. لا لاحظ الاستجابة هنا بهذا المخطط، قيمة الانبوت هو معطى بهذا المقدار اللي هو واحد باللون الأبيض، والاوتبوت وهذا المعطى باللون الأحمر،
والفرق ما بين الانبوت والاوتبوت، هذا الانبوت اللي هو الابيض والاوتبوت الاحمر، الفرق ما بين ذول الاثنين يعتبره الايرور. فقيمه الايرور اذا نرجع اليه، قيمته الانبوت مطروح من عند الاوتبوت، والانبوت قيمته واحد والاوتبوت بهالمقدار هذا، فنحصل على قيمه الايرور اي تو ماينس تي اوفر تاو. ولاحظ هذا الايرور يتناقص مع التقدم بالزمن الى ان يتلاشى بعد فترة زمنية ويكون عندك حالة الستيدي ستيت. إذا كان الانبوت رامب والار اوف تي قيمته تي، فالتحويل لهالدالة من التي دومين إلى الاس دومين راح يكون واحد على اس تربيع. تبقى السي اوف اس قيمة الترانسفير فانكشن مضروبة بالانبوت، هذا الآن مثل الانبوت اللي هو بالاس دومين واحد على اس تربيع. فهنا تحتاج إلى partial fraction لهالعلاقة هذه، وهذه راح تكون مكونة من ثلاثة تيرمات، ثلاثة أجزاء. الجزء الأول مثلاً A على S، والجزء الثاني B على S، والجزء الثالث C افرض على 1 زائد تاو S. فراح يكون عندك هالعملية تساوي A على S زائد B على S تربيع زائد C مثلاً على 1 زائد تاو S. وبإجراء عملية partial fraction تكون قيمة الـ A مثلاً ناقص تاو، وقيمة الـ B 1 موجب، وقيمة الـ C تاو تربيع. بعد إعادة الـ A والـ B والـ C نحصل على هاي العلاقة اللي هي C of S. وهذه الترمات هي جاهزة لإجراء عملية اللابلاس إنفرس، واللابلاس إنفرس للترم الأول راح يكون T، والثاني تاو، والثالث تاو مضروب في E to minus T over tau مثل ما يظهر عندك بهاي العلاقة. هاي العلاقة تمثل استجابة النظام لإشارة داخلة هي نوعها رامب، وهذا النظام إذا نلاحظه بالمخطط مثلا الإشارة الداخلة هي المعطاة باللون الأخضر اللي هو رامب أمبوت، واللي تكون على شكل خط مستقيم ذو ميل معين، وهذا باللون الأحمر هو مثل الأوتبوت. ولاحظ هناك بحالة الستيدي ستيت فرق ما بين الانبوت والاوتبوت، هذا الفرق يمثل الايرور. الايرور هذا قيمة الانبوت اللي هو الار اوف تي اللي قيمته تي مطروح من عند السي اوف تي، الانبوت هو تي والاوتبوت هو هذا المقدار كله، الفرق ما بيناتهم راح يبقى تاو هذا في واحد ناقص e to minus t over tau، أو tau مطروح من عدها tau في e to minus t over tau. بحالة الستيدي ستيت اللي هي يعتبر بها الزمن يؤخذ infinity، وطبعا الانفينيتي هنا نسبية، هذا المقدار يتلاشى e to minus t over tau يتلاشى بحيث قيمته تتلاشى تقترب من الصفر، ويبقى عندك قيمة الستيدي ستيت ايرور فقط تاو بهالمقدار هذا. فهنا نلاحظ الفرق ما بين الانبوت والاوتبوت هذا اللي هو الفرق العمودي اللي هو التأخر الاوتبوت عن هو يعتمد على قيمة التاو، كل ما كان قيمة التاو قليلة كل ما يكون الفرق اقل، والعكس صحيح، اذا كان قيمة التاو عالية فيكون عندك الفرق عالي. هاي اللي يخص الرامب انبوت. الامبلس انبوت، الامبلس انبوت نفس العلاقة تحكمها للحصول على الاوتبوت السي اوف اس قيمتها الترانسفير فانكشن مضروبة بالار اوف اس، لكن الار اوف اس هنا قيمتها واحد بالنسبة للامبلس انبوت، بالتالي قيمة السي اوف اس راح تبقى مساوية للترانسفير فانكشن. وعند اجراء اللابلاس انفرس هل علاقة نحصل على السي اوف تي
واحد على تاو اي تو ماينس دي اوفر تاو. و الاستجابة بالتايم دومين مبينة بهذا الشكل، اللي عندك الامبلس قيمتها واحد هنا، ويبدي الاوتبوت بالتناقص مع الزمن. بالبداية الاوتبوت ياخذ نفس قيمة الامبوت واحد، وبعدها يبدأ بالتلاشي الى ان يصير بداءات بحيث انه يرجع الى وضع الاستقرار. وهذا التصرف مشابه لمرور مركبة على مطب اثناء مرور المركبة على الطريق. بالبداية العجلة تاخذ نفس قيمة المطب، وبعدها تتلاشى قيمة بها الصيغة هذه. اذا اريد نشوف القيمة او تصرف النظام هذا مع الفريكوينسي ريسبونس. بالفريكوينسي ريسبونس التصرف شيء اخر، لانه قيمة الاوتبوت هي لا تحتسب مثل ما احتسبت بعلاقة الستب انبوت والرامب والانبوت، بل تحتسب بصيغة اخرى. انه اول شيء لازم نعرف شكل الانبوت اللي هو الار اوف تي، مكون من جزئين، الجزء الاول الامبليتود والطور اللي هو ساين اوميجا تي. كذلك الاوتبوت سيكون مكون من جزئين اللي هو الامبليتود اي سب نوت اي او هذه القيمه اي اوت، وساين الزاويه مالته اللي هي ساين اوميجا تي مضاف لها طور معين. بالتالي العلاقه للريسبونس هذا النظام لهكذا انبوت اللي هي الفريكوانسي راح تكون تعطى بدلاله نسبه الامبليتودز اللي هي الاوتبوت الى الانبوت كنسبه، اضافه الى فارق الطور. وهاي النسبه تكتب هكذا الاي اوت الى الاي ان، هي القيمه المطلقه للسي اوفر ار اللي هي الترانسفير فانكشن. وهنا الكون الترانسفير فانكشن بالتايم دومين قيمتها طبعا راح تكون كي على واحد زائد اي في تاو اوميجا. فهنا راح تكون مؤلفه من جزئين ريل وايماجينري، بالتالي الكي يبقى على حاله لانه تربع وتجذر يبقى بمكانه على حاله. المقام مؤلف من جزئين، فتربع الريل على حده والايماجينري على حده وتجذرهم، فيكون هذا المقدار ينطي الامبليتود ريشيو. الفاي تعطى بالتان انفرس لقيمة الإيماجينري مقسوما على الريل. الإيماجينري هو اي اوميجا، طبعا المقدار هنا راح يتحول الى اي اوميجا في تاو، فالريل بارت قيمته هنا واحد والإيماجينري بارت قيمته اوميجا تاو. فقيمة الزاوية تان انفرس التاو في الأوميجا على اللي هو الإيماجينري مقسوم على الريال اللي قيمته واحد، فيبقى المقدار هو فقط أوميجا في تاو. وبالسالب اللي كان موجودة هذا وين بالمقام، فيكون عندك قيمة الزاوية هي تان إنفرس ماينس أوميجا في تاو، باعتبار أنه الريال بارت قيمته واحد. البول لوكيشن علاقته ويا الريسبونس، خلينا نشوف شنو البول لوكيشن موقعه او علاقته مع الريسبونس. اذا ناخذ بالاس بلين لهذا النظام اللي هو الفيرست اوردر سيستم، ومن هالترانسفير فانكشن نحصل على موقع البول لهذا الكاركترستيك ايكويشن. قيمه الاس يساوي ناقص واحد على تاو، ف قيمة البول بهالمكان هذا، وكلما ازدادت قيمة البول هذا معناها التاو يكون قيمته، كلما ازدادت قيمة البول بالاتجاه السالب معنى التاو يكون أقل، وكلما قلت قيمة البول باتجاه نقطة الأصل معناها قيمة التاو أعلى. أو إذا نعكسها، كلما كانت قيمة الثابت الزمني كبيرة كلما
اقترب بول من نقطة الأصل والعكس صحيح، كل ما تكون قيمة الثابت الزمن قليلة كل ما يبتعد عن نقطة الأصل باتجاه السالب. فإذا نقول مثلا قيمة التاو واحد فالبول موقعه بالناقص واحد، وإذا التاو قيمته خمسة فراح يكون موقع البول بالبوينت تو بالسالب هنا مثلا، وإذا قيمة التاو بوينت تو راح يكون موقع البول بالناقص خمسة. ومن خلال هذا المخطط الخاص بالرامب وبالستب، إن كل ما يكون قيمة التاو قليلة كل ما تكون سرعة الاستجابة أسرع، وكل ما كان يكون قيمة التاو كبيرة كل ما يكون سرعة الاستجابة أقل. كذلك الإرر الستيد ستيت، عملية الوصول إلى الإرر الستيد ستيت تكون أسرع، وكذلك قيمة الإرر تكون أقل وقتها. نفس الموضوع بالرامب انبوت، كل ما يكون قيمة التاو أقل كل ما يكون الإرر أقل وسرعة الاستجابة أسرع. بالتالي نربط العلاقة ما بين موقع البول والكاركترستكس للنظام، كل ما يكون موقع البول بعيدا عن نقطة الأصل كل ما تكون الاستجابة أسرع، كل ما يكون قيمة الستيد ستيت إرر أقل.